اهلا وسهلا بكم يا جماعة، واليوم هنلعبوا لعبة اسمها لحظة اوف لحظة اسمها لاي ديكتور سيميليتر. هي دي اللعبة بتعرف الواحد كذاب ولا لا. ايوه صح، هيقولوا حاجات غلط لو انتوا تتكلموا كتير وتخربوا، مش تخربوا يعني، انا قصدي معناها يعني مثلا مش هيفهموكم. اوكي فهمتوا؟ يلا هنبدأ اللعبة. هي ايش يلا بدأت. انا حاطط شير سكرين ولا لا؟ صح. طب انت شن شايف؟ شن مكتوب بالازرق؟ شن مكتوب؟ لا بالازرق. شن مكتوب؟ مكتوب ايه الفوق اللي هي بدايتها؟ مكتوب بريس. بجد؟ طب حط شير سكرين. رغم انا حطه، لكن اوكي احط الصوت وشير سكرين.